يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أيث مثلا ذكيوت السلسلة عن الدروس إذا نهدر في إهياكات يعني إقتعاني المجتمع السقي بفضل الله وبرحمته أدنى ذر غفيون لهلك كثن أو العبد ذخين المجتمع غص ما ذق الله يمنع فيش مشيد لهلك إلا نحسي يعني المرض يورجانيك يعني مثل نوين، ولكن لهلك أخطر لهلك كثن أو العبد وجن ذني فاق يثمثن نغين مقارن لبوكريزي وجن يثمثن يون لهلك قل يعني العبد من عندكس حاشا وقضي يرحم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى، ولكن تقى اتعيش نيس ورسفقنا له وتفقنا له يمن سن وذين دي تسوين المصائب دي تسوين الشدائد مرة اكو اثو ذرث قمذان اثو ذرثن المجتمع اثو ذرثن الامة كان يثمثن النفاق لو كان نخزر ذا شوث انف ما دي استظهر العبد اين لان اين ادي استظهر العبد فغفوذ ميس ادي سفقين غفوذ ميس اين لا لذقوينس أدي تفان غفوذ ميسا خلاف قويني تساوي قويني سا إذ قوينس شوف الله أذك دي تلسا شوف الله أذك في الشره ولكن سدخلين غكويس شوف الله إسعى الإيمان إسعى الإسلام ولكن القوليس إصدغيث ذي الكفر شوف الله يتفان بلان يخدم الصلاح بلان يخدم أين العاية ولكن إصدخل ذي المفسد وهذا بالك غير المفسدين مزوالا في دوني كان إذن ديون لهلك ماشي أسهل لنا أيضا مثل سيدي ربي مشيح سبحانه وتعالى يتفقنا هذا شو مقارن النفاق فمجولوث ما نخزر النفاق أوياقين النفاق نغلي بوكريزي ذين يستخدم ذي ثلاثة الحروف النون ذي الفاء أكو ذي القاف نفاق وما نخزر ذا شو المعنى ذا شو يمقارن النفق أنف ستان تونال ذين لن دوي قعان يمقارن النفق وقينين جبدنتيد من أمر حسي من نافقاء اليربوع النافقاء التونال ذين ذم كان الغارنين يخدم والحية وانا جينا مشطوحي مقارن اليربوع نقلص الله جابواز يتعيش يقول كان يحماني يقول كان نرمل هذه قز هذه خدمة يون الغارة إيجاري الحو هذه خدمة ثبور أكشوم ثبور تفغى مثل يعني لعبة سيا قدي فرسيهن مثل يعني سيا ندي فرسيا جنين ولكن ما نخزر كان خلاص عن جسم جين النفق النفذ ستة التونال ذين لن دوي قاع يتسمى ذا فيس أين لن در منظر نشوف لا وحدش ولكن الفعيل يستخدم مثل شو هذا سيدي ربي مشريح سبحانه وتعالى أخذ تفسير ذي القرآن الكريم خطر نشتاقين ماشي يوث الآية نصناثنا عشرة في الغداء الدر على خطر يتحذير أغيد ذي قويني يقرد سيدي ربي قويس سورة المنافقون يقرد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إنس الرسول صلى الله عليه وسلم ديس خطاب إنس ماذا قلنا وروح تغرغورك المنافقون أقدنين أقلق نشهد بالليك شيني ذن فيكش ذا الرسول أكا وما نخزر يقيد يفغانا كذلك ما ونسن أنا في صحة أنا في الصواب أنا في الحاجة إلا ذا قفري نشهد إنك لرسول الله وسيدي ربي أقر بذلك إنك والله يعلم إنك لرسوله سيدي ربي إن الإند أيك قرنك شمس لينا إيد فان جمال سلين سند الحق سيدي ربي يعلم بالليك شذا الرسول ولكن خزر ذم كان ليس كميلة دقار والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سيدي ربي يشهد بين المنافقين سكدفن ذكو شي يسكدفن ماشي لكم سلاي قيدنا لك إنك لرسول الله يسكدفن ولكن سكدفن في كلمة نشهد مثلا نشهد إنك لرسول الله إنه يستكدفن على خطر شيء من ما دي نشهد معناه شقوي كذي دنير شقوي كذي شهد بلي إن فين ذا الرسول ولكن سيدي ربي الناس ماشي لقوي ونو نشهد ونستكدفن سيما ونو نكنثي دنان ولكن ونو نديفر كانين كان خزر كان أنا حمد سيد ربي غاث نشكر سيد ربي صار ذا شوقي لان دخي قويون لو كان ذيني لان كان دقمين غيك سعد دينتي للمؤمن يروح الحقيس ولكن سيد ربي صار ذا شوقي لان دخي قويون إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما يصار ربي الخير دخي قوي كيف كي خير إذا نسيك صار ذا شوقي لان دخي قويون وأنا حمد سيد ربي أذاث نشكر كان ما نخزر إيش ما جينا النفاق إذا مثلا ديوت الصفة غتي بعض ربي فلان جميعا تشي محور بيد قويون جين شي من مرة ما نخزر النفاق إسعى سيني صنافك سام
إلا وين مقارن النفاق الأكبر نغ النفاق الاعتقاد، وإلا وين مقارن النفاق الأصغر نغ النفاق العملي. مردن إذا النفاق الأكبر نغ النفاق الاعتقاد ذذيس أوليش من الرئيم حدين دخلوا يستعرف فاروكين نكر سيدي ربي ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر الإسلام كامل، ولكن شوف لي تفقين دي تظل يتصوزهم يتحجهم يتفن دي الحقر ينسي من وذزمان وكذا ثعقين مرة. ولكن سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى زرد شكر لنا دقويس ينكر مرة أين إدي الناس إدي ربي غين دي قوير رسول صلى الله عليه وسلم وجنين يفق الملان الإسلام الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتسلح قارة وجن خالد مخلد في النار أم الكفار من المشركين الريمث إلا وين مقرر النفاق العملي نغ النفاق الأصغر وجن أويس وينكرر نشتقي يومن سوى نشتقي ولكن فنس الجوار حيسافوس إذا فيس يخدم خير الفعيل يخدم المنافقين أتفض ما يهضر ذي سكيدف أتفض ما ذكر رسي ما ليجز من ذي خان أتفض ما ذكر لغي وعادي من ذي خايف وجن أويفي غال الميلان خطر أوليسي زرات سيدي ربو ينكرر ولكن إفغاس الشهوة النفسية لسي شوف غيثي وبري كاقيني إذن الصفة يجمعيه مثل مشيد الصفة مشيد الصفة يجسهين المنافقون ذي قادي يسكيد ديفن ذي قادي يسكيدين السفهاء ولكن أتفان نارا وقيد المشكل وقيد المشكل أتفان نارا خطر لأل الحول يرانا على تظلان يرانا على تسوزوم يرانا ولكن السفسادن أتسوين دبو غاروان السفسادن يقال باباس دميس السفسادن يقال واثمثن السفسادن يقال أشو الشحالة يجمع يقال لان يقال عفاد وذي شوت أنسين غيدك المنافقين يسيد يخذ من أما يقال باباس دميس أما غير مثلا ما ذيد شرع من نكوني جميعا في المجتمع ذي المفسدين ذي الأرض أي مثل ويجين ذن شتاقين السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى ألا غثني ديت فقين باش هذا الناقل والرسول صلى الله عليه وسلم غادي تحذر ذيك سن غادي تحذر ذيك سن غادي قرا غروث من نخزر سورة البقرة السورة ثم قرحات من بعد الفاتحة سورة البقرة أنا في 20 الآية تيم زورا 20 الآية تيم زورا غادي يهضر في عباده مرة جميعا أدي هضر في عباده أما ذي المؤمنين نغ المتقون أما ذي الذي الكفار أما ذي الذي المنافقون ولكن ما نخزر بكذن إذن فرق سيد ربي ذي الآية تقيث مزورة ذي 20 الآية تقيم يوم الصنف مزورة في كيس 5 هضرت في لس ذي 5 الآيات يوم نظن هضرت في لس ذي 3 الآيات يوم نظن هضرت في لس ذي 13 الآيات المؤمنين هضرت في إذكار هضرت في لس 5 الآيات ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون 5 آيات يعني المؤمنين الصفات غجع يربي ذلك شنية مذن وين قصد ربي الخالق سبحانه وتعالى الصفة أروي ذلك نظر الصنف ويسين ذو الكفار الكفار يهضر في الاسل دي سنث الآية يهضر إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سنث الآية يهضر من بعد من بعدهم ستن المنافقين دي 13 الآية خطر شيمين سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يقضي مؤمنين يهضر في الاسل دي 5 الآية ندوي كيفان الحجر الخيران وديك ديكسن يوث كان عدى في الاسن 5 الآيات في ديضا الكفار النغل المشركون ندوي كيفان ذان وزمنا ونخل ننظر خطر سواء قيل فان دادا ويكما مارك ديفان اكديفان تحقي ذماني كم كانت قفيض إذن ويقين سنة الآيات برك يهضر في الاسن ولكن يكشب ديثن سنة للمنافقين 13 الآية سبحان الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إلا خير إلى آخر الآيات 13 الآيات خطر ويجينين يتجينا الصفات السن مع سعيش يرانا غيحون يرانا تنجمع يرانا أتظل يرانا غنصو أتصو من يرانا ألا أنت عمل يتسن صبح تمدي وذن عقيرة يجمر كيف كثير مش شرط عقيرة خطر أذبي صغار وذم ما كنا حمية كذي مسلم يلك بلك الجود مروذم بلك هذا أن أدي تفنسي والصفة ماشي ذي يقبي عقي ولكن سيد ربي زرام ويس أدي تصمد سموليس في كي حارق بس سيد ربي مشفيح سبحانه وتعالى يفغان المؤمنين باش أذقى فين ثم سيجين أذقى فين الصنفين بعزم
خطر الإنسان سنوذ موت إنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن المستهزئون. مرة رحنا المؤمنين نسين يكون ذي مؤمنين قيط شوالا ما تظل قرون تصوم قرون نخدم الشعائر ندين قرون إني قرر ميكا مرة رحنا الشواط ننسين أريم دوكا ننسين دلسين وشو قيار يدوني لا نستهزئ كان ديك سنوه إذا خبر كان وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سيدر بس نقر الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا الله سيدر الذي يستهزئ بك سيدر واثنين في أسفل السافلين لماذا إذن باش أنظر سيدر بموش في حق تحذير سبحان الله أرد يقر قويس عزيز ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا خسر كان ولاش وقوارني ونشتاق مالي لين العبدك دي تسبقين مسلي الهان ودي تسبقين الصفة العين وستفق ضرر ولكن زدفيرك دي تكفير ومحي ولكن خطر ويتسوى ضربين ويتسوى ضربين ويتسحي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال أتصفق ما بدي يحضر تمتي دي سفوق ذكميس مشتاقين يعني يجون الموضوع حساسية مثلا ألا نسعيش ذي المرضى ألا نسوالي كل سنة ألا نسوالي يغرر من تسمي يمن ألا ذكو غرنا يغرر من يونو لسعي كونفيونس ذوي يوني كي اليون ذي نتعاس سوي أذي كشمر وخامي هذي سوف غيفاغنا كاس جذي فاغنا كتي سوف أسفك ذي يمن أنا ذك تيج أكتي كيوش ذي فيليس أهذي كعدم أمي كرويك أهذر حثني عدم أثني عدم حشم ذي قلي السوف أثني وفري ذي مشتاقين ذي الموضوع يلقى الإنسان دائما وأبدا أذي عقار عمانيس في اللس على خطر في سروان داري روح ونخدم ونسان جهنم ما بعيد عن جرب ينجي المؤمنين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا حاشا ماذا قلت ثوفا غرسي ربي الخالق سبحانه وتعالى إذ ندي قرض قويس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه المنافق أمس لا يستمت أو يهضر تمت أو يسفغ القميص يعني أذي قال سليمين يشك في الدوم أمس لا يس يعني كينا ربي الشهد أي قدنا غاك ربي الشهد ويشهد الله على ما في قلبها ولكن سيدة ربك يقول شهد ونقوي ذا ربي ذا ذو الإسلام ذا ذو المؤمنين ذا ذو الأنبياء ذا النفيس محمد صلى الله عليه وسلم وهو على الدو الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدو الخصام التغيث مثلا إذا الرسول شبه عزيزا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن شو مدي قرب المؤمنين رؤوف رحيم إسعار فضل الرحمة ما في مؤمنين إفكي السيدر بإسلاة صفة إنس الرؤوف الرحيم إفكي السيدر النفيس صلى الله عليه وسلم إذا قرب المؤمنين رؤوف رحيم أم كان الذي قال إن ندو تسوي الغرف في اللون المؤمن تسوي الغرف في اللون المشرك إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا أخطر المؤمن حشر خلاكم إذ يوضن ديكس إن ندو المشرك تهجمي من وانتظرام يتفند معيد تسفادين شتفند دونك زرنا مكات قبير إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا إنما أخاف عليكم فصيح اللسان وإنك نيسان كني نوس إرسام قرى تسمى تدي الشفوق إدي الشفوق القميس أما كن قارن قليس القبير دي شوش إرسو شاردو أي أكي وواسي في التمت القميس إدي تفوق ديكس وإنما أخاف عليكم فصيح اللسان منافق الجنان وليس للمنافق وليس للبركان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون أي ندي في إيدي قار مرة نكذ يعيث كامل ولكن الفعيل يسمع في ذلوضة صفل ذينه قبل لا لعقلك ويتشوها بشو الفعيل التانية يف مثل ذي ينفع مشبيح ننفع صلى الله عليه وسلم أغدي تحذير أف المنافق أغدي تحذير باش أغد سطفالا ثقل لعينيس يعني في الحقيقة ثقل لعينيس انتكنا ثقف ماشي لبعض من النار كيجين خطر ذا واربي أي مثلا الرسول مشبيح صلى الله عليه وسلم هذه قار إن دو بيجينين شواش يساعد انتعقيم أذن تعقيم إن ذا انتعقيم سيطة السيكات إن آية المنافق ثلاث ما دين الآية معناه ذم كان ديفانا أم نذن القصر قد سورة الشعراء أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون أين يتسمى ذي تعلمت أين ديفانا وزمارا لكو ديفر كامل ولكن نشتقين الآية يكسع المنافق ديفانا وزمارا ديفر آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إذا حدث ما يهضر يكتب غرغورس دقش يكتب غرغورس تيد تكسن أحسن آية المنافق ثلاث يقول إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ماذا قلنا يوعد يهضر أدي شكده ماذا قلنا يوعد أدي خايف ماذا قلنا ثم انتخاف كلام أذك يخان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم تيدنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ولين الحديث نحن نجروا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه يقرض قرض الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا أربعة صفات الندم الذي كان منافقا خالصا وإن كانت فيه خصلة واحدة
فإن فيه خصلة من النفاق. ماذا قال يوث الخصلة كان يقول لنقر معايا قد قس يسعى الخصلة من النفاق يعتبر المنافق ماشي حاجة ما يسعى التابع. إذا الوقت ذا شوف إذا حدث كذب الكذب المنافق دائما الوقت الكذب رمي الحنث غرغور سلقصة كيان ينام دي تسف العذاب العذاب دائما دي تسف السباخ السباخ السنة شمي يدخل بلا مالا قال في ميري ميري أكي قال يا نك دي في السباخ مثلا شمي يدخل في الوعدة وعد ذي يدخل في ذي يميري ميري قدي قال دي سوير سري مين أنا في كي وعدة أدي في كي العذاب العذاب فشو إذا حدث كذب وإذا تمن خان يقرد وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر يقرد ماذا يعني الحديث مزور الحديث وسين ذنجر الصفاق ذنجر يقول وإذا خصم فجر خطر شمين ما يخصمك يقرد إسعال فجور أخطر المنافق شمس اللي ننسي العين يعرب شذا استفقر يعرب أن تشويق المنافق أنه ننسي نارا ونظر حشر بذن أعلم أثني بعضر بفلنا خطر الصفة تفقين لهان مش اللي ننسي العاليث إذن أمكاس نفاقيون يقرد دا استغرض استفقد يفضلك تو تسخني ابي الشيء مثل ذرتي والذي يبيح اذيك اذيك خلق ولكن الشيء من غري اللي شنا ان قالك يلس ذنا اذن قردوني فضلك مره ما تشوفه فضلك يا ناس العيار يرنا من الصفه هكذا على المنافق والاستقرار المعنى ما يروحش وحبيبي اجمرت الشيء هذا تخلط ماشي ديز مش تحتم قرات ولكن الشيء من غير كيف فرق اماكن تستوم استقرار حنا استقرار المعنى استقرار ويسعر الصدقه خطر الصداقه ويسعر لا ميتيه زين شتيجيو تشمو تسوي هذا ربي مش تقارن معنا دي المهم سي لانتي رينش كان المهم لانتي رينش كان يوث مثلا سبحان الله سيد ربي وش بيح سبحانه وتعالى يقرد ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير ذي يجي وعديثنا ربي جهنم يند اذن اثنين غير الزوار دو الكفار دو المشركين ذي جهنم حاشا ماذا قال ثوفين وقفي هذا مثل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ماذا قال لثو بن غسي دربه سي دربه هذه ذو فلسل يقرد يوم من التابعين مثلا ينتمقنس ابن أبي مليكة رضي الله عنه أرقزك إن الحقاد 30 من الصحابة إذ الحقاد ما دل التابعي معناه يعاشر الصحابة الكرام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى ويرى ما يويث يعتبر صحابي ولكن ماذا قال إنسان وثي زرارة الصحابين كان يقزر النفس وسم تزرار السحاب ينسوه يقر من التابعين. إذن ابن أبي مليكة رضي الله عنه يند الحقاد ذي ثو ذرثين من 30 الصحابة الكرام يندم كل يوم دي سنة يتسوه في من نساء ذي لذي المنافق يخدم من وين العاية تسوه ذي نكون نخدم آن السروات ينون تسوه ذي نظم الإيمان نقرص الكل ذلولي أكا نوذن يخدم من وين العاية يخدم لي أن تسوه ذي يند 30 الصحابة الكرام يند ويقير حقاق ني تسوه ذي غفي من نساء أذوغان ذي المنافقين ويانا أتوه ما تزرضني ويجيني من الحنان يكسب وذن غفي منسن عمر بن الخطاب الفاروق أبو بكر الصديق رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضها أم سلمة رضي الله عنها وأرضها ويجن إلى آخر الصحابة الكرام سقوذن غفي منسن في منسن ولكن كنا نسقوذن غفي من في من ماذا قلنا سعيو في الخصلة من النفاق نزمان سنسكيد فيون وذنا دوف قال المعنى أبشوا أميري بير ماذا قلنا وعديون أن خلف الوعد يعني وذنا عدي ماذا قلنا لما نغفرح إجير ما نغرورنا لك تشغنا فقال المعنى دنا في العبر أسنقين أنشتني يوم وري جزارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفقد كجين حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يفقد غر الرسول صلى الله عليه وسلم في كيس ذكاء اليوث القائمة على ليست للمنافقين ينسي يا حذيفة ينسي ويجي مرة المنافقين ويجي يشين النغكة عشت منون فلس ويجي عشت منون فلس يروح عمر بن الخطاب غر غرس الحذيفة ينسي يا حذيفة ينسي أسألك بالله ينسي مريد نظ ماذا قلنا ويدي السدارة داخل الليستنية عمر بن الخطاب ينسي مريد ويدي السدارة داخل الليستنية المنافقين إنيس لا يا عمر قد الدبر ولا أزكي بعدك أحد بعدك أحدا إنيس كشنيث وقدر غفي منك النفاق إنيس دشرد إن كل شر أشد النف يغنم إذن دك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه يفدي يون يوفنا إذا السحابة يقر اللهم أهلك المنافقين أذيه الكار بالمنافقين أذيه الكار بالمنافقين ما قلت كان يثمثل أي ذعوم المنافقين ذا شو يسينا إنيس لو هلك المنافقون لاستوحشتم الطرقات إنيس لو كان ماذا قال له الكار بالمنافقين إنيس تقولي موحد وانك بارد لا تستكوى ذا مفريد إيمانا استقف النوذ نكو يقزدغم يقزدغم تامور كامل حاشا قاضي يا سيدي ربي ذي الوقت النين إن ذكي هذا شاد إن يكون يغسع
هكا باش انظر باللي ثمسات وتسهيره يثمثل الى الانسان الى الى قد يعقيب اللي نقدر يون الوقت الى الانسان ادي ذوي مانيش اقبل ذاتي اقبل ذاتي في الحال سيدي ربي مش يح سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرصي مالك في ايماني الكثره ديال العباد تشيل لنا هذا المؤمن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم المؤمنين يخدمون الإنسان يخدمون العمل الصالح هذا القليل قليل يقال وقليل من عبادي يشكر إذ القليل يحمد إذ القليل يشكر كان يتمثل في الحقيقة يتمثل ما ندرت ستجن النفاق تفضل وقلين الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد لمكة المكرمة هنا على ونسد المشركين ولكن لم يدقوا ضغر المدينة المنورة ماشي يوث يون وعذا بكسا إساء إلا الموذين لا المنافقين لا الموذين المشركين لا المشركين لا المنافقين ولكن دو ذين دل المنافقين إزدف دل قضايا غروذين على خطر شمين يتسمى وذك نير فغان الشرف نسنو فغانا فغران ماذا قلوا غان دين سلمان فغان النبي صلى الله عليه وسلم غير غرس النذنين العزة النفسية النين سنطروا حسن الشخصية النين سنطروا حسن طروا حسن ماذا قلنا قيمنا فان ذي الكفار اسنين يكون اسنين امتام لنا وقذنا في طروحي نسن وقذنا في الرون نسن وقذنا في الأموال نسن إذن ذينا يحتمي ذني حي ذي عفن سين وذمون وذمون المؤمنين نسقرن آمنا ماذا قلنا الزين غير غرس النذنين ذي الكفار أما ثمثن سن أسعون سين وذمون الرسول صلى الله عليه وسلم كده قال شر الناس ذو الوجهين شر الناس يغني سعن سين وذمون أرويجين أديس بالوذم غرويجين أديس بالوذم ومردنا هذا غير تمسكنا النفاق مثلا يفدد يون غير الرسول ذي الوقتين الرسول صلى الله عليه وسلم اذن تسمد القمة من النفاق من كل فريد فردنا هذا ما يفنى يا عمر الدنيا اسم من النفاق نغيش من المنافقين اذن مكثين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله اذن تسكد المنافق أكبر شهداء التاريخ الدنيا مرة أكو أمر جزاقيا يفدز دي الرسول صلى الله عليه وسلم دعذو أي خطر قبل ذي هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فغنى ثرند المالك لروان ذي نذي المدينة المنورة اسمه قد الرسول صلى الله عليه وسلم يهجر غير ذينا ثغرية سلمي زيكي خلاص حبس انت مسال اذن يفقد غفين سلمن يفقد فلاس المرة يتمنى حاشا شوف لا يومن شوف لا يتزال لا شوف لا يخدمك شعائر الدين قالين سلمن ولكن قاتي انسان ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ام كاذا فينا ام كاذا حشم ام كاذا الوث ام كاذا الشوفة ام اشتي انسان ديال ويحبس ارميد اسمين ارميد اسمين اقموث اسمين ايه مثلا بغزوة بدر ذوك سقواش ويسين ديال الهجرة ينصر سيدي ربي نسيمن خطر الحق اين يفغي كيف عشان صلاه ينصر سيدي ربي الحق اكذ الحق وتسنا غلاله خطر يقول كان يقول اذا وسعد باش بقيني غيلا الحق اكذ يفطي السياوي الحق ولا قرار السياوي الحق خطر الباطل الا الباطل كان زهوقا ولكن ما تفض الجر ونفكر ذي فطي اكذ يفطي فطي اكذ يفطي جر تشفكر تشفكر فينا هكا اذا اشمن ينصر سيدي ربي نسيمن ديال غزوه بدر باش ماشي نوع هذا وربي المنافقين الناس داش ناخذ من وجهي إيش النعم يبدو كليش الناس وشاس النخمة وجي الناس أنا فرح كنا ما كنا فرحين أنا ضش كنا ما كنا ضشين أما كنا ودنس بيجي لا نعم النعم خطر تمسك تعدن مشي الحاجة أنزم رأي شاس النخمة شاس النخمة أرن الناس جواس أرمي الناس جواس ويستيقظ ذي الهجرة اسمه يدقو غزوة أحد يجثن وعذو ربي يجينا عبد الله بن أبي بن سلول يجينا الرسول صلى الله عليه وسلم أنا مي يمكشن في الميدان الحرب بش أنسب دول الجيران يرد أمر واستياثة ذي الجيش يرافيد مرناها كذين دو كيسي يقول فلتمية الجنودي دي يقول فيرس إني استخفص ذي كفو عدس ذي قبل هذا وفيرس ويرفني ويغيد ويغيد أكا أكاين يصدر يعني المنافق ذي تمسل أكي أكي جا فرحة شما ذاك الله يطفيك بما يطفيك وتسنسال ذرا ولكن وين يطفن دي ربوت يقول ذرا ذوك شكواس ويس خمسة ذي الهجرة خانس غزوة بني المصطلق غزوة المريسية أسميد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم معه الصحابة الكرام اليون نهر المريسية إسقار الوسيفة المريسية إسقار كرنسين الصحابة يون من المهاجرين يون من الأنصار أسنا غنقو غرس رحنا دوينا من بادي كر ووي غرس ميطفن يون من الأنصار يون من المهاجرين يكر يليون ديك سنة يسخر يا المهاجرين ويقال يا أنصار يليون يسوي يثرفات يثرفات يجي يفاكني وين أنصارين يسوي للأنصار المهاجرين يسوي للمهاجرين جهجاه بن سعيد من المهاجرين وسنان الجهني من الأنصار أما وإذا نفغند وإذا نفغند قربة كالي ديال ردو غرسل وش بحنا نفين صلى الله عليه وسلم يفقد غير الرسل والمكتي دائما السولينيان بلين خلق وين يظران دي الوقتين الرسول صلى الله عليه وسلم الدروس في لنا أخطرين يظران دي وقتين ضروري دي وقتين إذن دم الدروس دي العبر لقد كان لكم في لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة
يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم يفرض غروسهم إنس أدعو الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة إنس العنصر يغاد سخدم ونكلي غروني لغ إنس تخرف سيفا قدم سخد سبحان الله سيدي ربي غير سلوكل الدين غير سلوكل الإسلام غير سلوكل ولكن عنصري ديبوي لي أما ذا عنصري غروب كان دو شبحان أما عنصري غير تدال أما عنصري غير ثموران أما عنصري غير مرنض إذ بالميزان ديال الإسلام إنما المؤمنون إخوة إن شي من دثمة المؤمنين دثمة ولكن الميزان اللي ضمن مرنض يعني يفغني ويجي يعتبر ذا عنصري والعبد لله ذا عنصري عند دثمة مسالتي نس فظلت يسم قبوثرة الحج يسم قبوثرة صدقة يسم قبوثرة الشعر يخدم ذي ديال مروكم قبوثرة ذا الرسول صلى الله عليه وسلم إثدينا أتعقيد خرج وين دينا لا إله إلا محمد رسول الله ذي غسل دينا لا إله إلا محمد رسول الله ذي من آدم يسخ دم غرين نديري إلى قصش خنظر الرحمة للإسلام يقول سدي شهادة في فوسيك أقيد ثرب حطه فيه ولكن ذات مثل وكان يقول لك شهادة لا إله محمد رسول الله يعتبر ذي جماك يقال صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم شرق مرة لن دعى عنصرين جهنم ذي جهنم ننسي رسول الله ما يزول ما يزال إني سما وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم أما الظلم يزعم ما يدعيني من يسدين شيء كريبوني لن دعون صوري خدمة الصفية دينيس مريرو فظلي زكاة الصوم الحج صدقات كريبوني يخدم مرة نكو أسكذي يوضر سيدة ربك يف كل شيء يغل هباء المنثور أن سيدة ربك لا يثب غيره أسيني كتيني دعون صوري فرق ذكري عبادي فكاكين الميزان الدين بالإسلام واللي لن ذي الدين ذي مال ولكن كتيني فقد الميزان اللي تستخدمه ماشي الميزان ورحوا ويتسى جهنم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرد إمباد إميك فرسيني انتقدوا يغتنم الفرصة من هناك سيني فرثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبي بن سلول يغتنم الفرصة ذا سينا إنيس والله عارف نكذب إنيس أخزر كان إنيس روح ندار ثبوث النار أخزر دشال أخذ من إنيس والله موفيق دشال دينير أكثر قوة ديننا ومزوارو إنيس سمين كلبك يأكلك إنيس الشتاق جوني خذ يمغور ذكيش إنيس ولكن أنا وضغ المدينة منظر أنا وقت شعو الزمن وقت شذول إسينا المنافقين إسليس يوم الصحابي قال الزيد بن أرقم رضي الله عنهم يروح الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله المنافقين ثوين ويسير إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنيس يا زيد بلك أمزغك يخذاك بلك إغلطك ومزغك السيرة وانشتقى إنيس والله يا رسول الله للسير هل كانت إنزل سيدة في القرآن الكريم يقول صدق زيد بن أرقم باللي إسليس الصح يقر سيدة ربي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله خطر الناس والمنافقين الناس يقولون الناس انت اللي ما تقوى لك خام نون وشورك مال الأموال نون تلان أذكى نظر أذر حان جدر نبري الناس هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقر يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الوكس عن العزة ونكتب عن سيد ربي الوكس عن الكرمة ونكتب عن سيد ربي يكرد مسن المنافقين عبد الله بن اسمه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبي بن سلول يذمس يكرد روح دغ الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يقدي نكبفه الناس دق فينا نشرة الناس ما حكم بس الاعدام جيات من كاثي نغر وفي غير الاثنى وضع في نظر من كاسكس نقرو ذا شي سيدنا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة الناس خذ الخير الى ذلك خزال صلي ذا في الفيموش بيح صلى الله عليه وسلم ذا ذا ويسي تسدي ياس ورسل شمو يكتوس استخدم الناس خمس الخير الى ذلك أكني إدو غالم غال مدينة ما كشمنا في بورثنا المدينة المنورة إكرد ميسا جين عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه والصحابي الجليل يفد في بورث المدينة كنت يقول فيها فسا دينا إنيس والله الذي لا إله غيره إنيس لو كان عندنا رضيوت القذ مرد كصادة قارو إنيس حشم اللي قلنا يفكد الإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من جيتا ذيك شم إنيس بشوت الزر الوذ كشي عزيزين ما كشي ذا مدلو أذق الزر أمدلو غدوين عزيزين أتوين السولة صلى الله عليه وسلم يا عبد الله تخرس هذه يكشم ويجد يكشم يكشم أيه مثلا أنظر يعني البعيد عن جوربين عن جل ممنين السجين وزرارا المنافق جين ثم سالتيس من الفوق أخذ في تصدر نيسم في جيمر على السنغال ما يفعل العمر الدنيا اللي كنا قلت ديو دردين لعن عليه لعن طلا هذا زر هذا زر تاريخش البعيد عن جوربين عن جل ممنين أمشي قلنا كان أيه مثلا إذن المنافق ذا كذاب المنافق ذي الخائن يتخلف الوعد يخدم كل المحرمات مرة يستظهر ذي الإسلام ذي قذميس يستفق ذرا تظل لي الصيام الحج يتصدقات الزاد مدولة ولكن صدقات ما شو حسيت تخدمي تكاث الزاد في عباد الزاد في عباد
باش أهضر في لسين الحياة ولا يذكرون الله إلا قليل. وتذكرنا سيد ربي المنافقين جمع تذكر المنافقين سيد ربي أبالك هذا ألم يحس يركض غير الفرس إلا وذي يدفع عند الفرد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولكن ما قاعد بكى يمحي يركض استغفر الله لذين خلاص وذي يتدر الله خطر باش أدي باش تسعون كونفيونس يدسن يدسن يغشي كان يتمثل أنشتاق مرامي لا أسألو أجمرا ذا الكرسي لو كان أتظر باللي العبد يتسدان لا قال الله أكبر لخمسة أوقات دي المسجد اسمي غير ذكر باش أذنو الجامعة بطرفيسة محادة ذن قد الكوميتي تدفع المحادة ذن سيقار وخطية كل وذن المسجد دي أذنو إرقاز الفغاني خامن من سنة في المساجد أدي أبدي إننا خامي كذا نخلي المسجد أتصور خلاص خلون دارت خلون سكر خامي كيس يربي السيد ربك ديف كذا استغرب خطر القاعين القاعين مرة ولكن ودي محد يخدم يقول يقال محد محد أخذ المسجد سفر وخافية كين وخافية كين وخافية كين الجزية مثلا سبحان الله إسا خزر كان باش أنظر بلي ماشي دي الوقت لقد كان في قصصي عبرة لأولي الألباب يكرديون في كيس المتجرين في الكوميرس في كيس تيكماس يماس يفغى باش يعيش باش وتصندر يرفض باقي تنس روح يريز دي في اسمي لرجيز الكوميرس إناس أتصعود لأسيرونس أتصعود لأروتري تغرم كذا دقيق لا ولكن يجثر ميكستن يا الكواغ يفوك الكواغ إناس إناس إمنعيك دي كلش إناس أهل الكواغ ما تساعد كارن دليل دويض النظام اللهم بارك واش الكواغ كل شيء في اسمه إمن عيك مرة مثلا يجعل الحاجة العين يخدم ولكن الجزء كيف بس يعفور بهم الناس نوروش غروة التفاع غروة إذا عند استقر مشرا تخرج تصير داخل مكان يعجب خطر وني تفهم دربهم كل شربهم إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون كل إنسان إلى قد يعاقب له خير ضربين كنا ربي وين يخدم نين العين غثيف وين يخدم نين دين غثيف ميت ولكن ماذا جذ سيد ربهم أجدف سيد ربهم أين كنا أين يفهم أشنا كدوا الجزء يجد الجن أخام يومين لي والنظام يجن خامس الجن خامس غرو يومين خلاص ولا شيء ولكن الجزء يسد يسد الوقت يخدم ثقافيه بس هذا يفرق جترمي ويا شيء تذهب خامنة يحس سوى صغار فيم ديتي هذي سوى ذي تليفون لكن زد أكنين قبيتين سكين سنية ما ذي قبل إنيس أرسى قد كسوى ولا خيار غورك اللي كده حوجر وصعد شو ما ذا وذا إنيس الله فرح حسي هذوري زغد شو ما إيشين فرح حسي هذوري زغني فرح باليوم وثي ستفرع وان فلاجون ديلي إذا طن دي كيلومتر إذا قرأ أهد ديزن دي كيلومتر هذين سنتين دي كيلومتر زيك بعد فلس يقول ده كميون كريم لندو خمس مرة حشين يقولوا فسيس مرة ما يفهمون الزدحين كان الزرمي مثل يعني ماشي عبد الله بن أبي بن سلول يجد غير فير امدوكا يسمى زي الحنية مثل كان إذا أنظر باللي الرسول صلى الله عليه وسلم غدا تحذرني لقد أنا عقيم باللي غدا حمالي غدا حمل يقرد آية المنافق ثلاث المنافق ثلاثة ماذا قال ماذا قال يهضر ذا يسكد خطا المنافق ذا الكذاب وقف اكس ساعات شي شي في يسكد اكل دي كل شي يسكد اش ميت خمض رمانا ادي يسكد بوادي قال اش ميت وعد ادي خلف وادي قال ادي ينفغو يخدم مرة ادي خلف وادي قال عبد الله بن ابي بن سلول هو قال لنا لك قال إذا قهضر من اشتقى فرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يسوي الناس تحت ذر ذا اشتقى وقبل ذي ينزل فلس القرآن الكريم يقول من وقبل الأخير الناس ما انتقل سيد رب ينزل فلس القرآن الكريم يفضحيتين كان إذن المنافق المنافق يشكي رسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله المؤمن يزمر أذي أخوان يزمر أذي أخوان يزمر أذي خداع يزمر أذي يزمر اسم أتصل حواجي يدو درند السفاثة يدرت دي الناس يجمع قد يغلق ذلك سن المؤمن مرة نظر إن الناس يا رسول الله المؤمن يزمر أذي يسكي دفين الناس لا مؤمن ويسكي دفين أي خطر ذي كتب يدخلوا انت مورا يدخلوا انت وشولين يكتشي للطلاق غير ورقة السنطوف يكتشي للبلان يسين كاثر الجيرات يسي قدروا ويفرنس الدنيا في مرة يكتب ولكن الإنسان المؤمن ويسكي دفين أكيد سيد ربنا دفر والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وسيد ربنا وقال إن عريثني قر فنجعل لعنة الله على الكاذبين سوى والد أكيوين إن يسف أبو ورزي ذان يكاثن دي لامان ولقرر دي يسوسيه ثوفيض يون دي لوان ثوفطي إن عدم ذي الجساس يسقسميه ربي ذحن وريقان وانتشغ لزران بكيو في عدالة فريه إنسان الذي يعطيك يقرأ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف أمي وعد أذي خلف سجر بقض وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول ثو عادت روح صره ثو عادت قريد فغيلا وللقات خلف ظلما وأوفوا بعهد الله إذا عاهدته أكيد يقرأ سيدر بخطر ما توعدت سيدر بني قلن كارون يقل الإنسان الإنسان أذي عقل أذي عقل أنشتقي
كيف مثلا سيدي ربي مشيح سبحانه وتعالى دي قرى دي الحديث القدسي نغدر والنبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة كذا خصم الناس كيوم القيامة في الدنيا كذا أني وواجه ينكد وإنك نعم أري تعاملا وإنك نعم أري تعاملا رجل أعطى بي ثم غدر أذي يخدم أيني بغين المعاملات كي نكسوه بلا أي قيد فيه وساد شفق القدمة نكي إلى ربي وساد دي جميع دي المعاملة غري يخدم يذكي دي إلى ربي ولكن لك يغضر ما فوضى تفضي كيك سودا إنسان إيماني شمي كسودا إنك وقيم إذن كذا خسميس ورجل رجل أعطى بي ثم غدر إن رجل باع حرا ثم أكل ثمنه دي الوقت نعم أذي للعب سنتي دي الاسكلاباج ولكن أثي طفيه ولا في قهر سيفاطي أدر حدا في زنز أثير أثير أنكر أثير الوندي لا يوقف تمثال إقعدان دي زمان قديم ثورة الحمد لله الإسكلاباج نيغو لا شيء ولكن إلا الإسكلاباج مودرن ثورة إسكلاباج مودرن إلا إلا العيفة دي قاعدني عيفة مازال إثنى لنا سيد ربي عزيزنا دي خار ورجل استأجر أجيرا ولم يوفي له أجره العبد قال يسخذ منه خدام حشان هذا قال يفوكس يأخذ من نينس إن بعد أثي منعه في تسخلصات أكا وقينا إنك وقينا كاد يقب يسك تسخدمت يفوق أعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه أسكب أينك يستحق أقفل أتكوثي ذي النينس ولكن ماذا قال الله ثمان عطل سيدي ربي سبحانه وتعالى إذا خشمك أزكى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف خزرت كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل أزمر ذرنا تشوعذذ أوذا يذد خلفه نغل المشرك ذد خلفه خلاع ذي في ينشيب حذيفة بن اليمان كن ذا ذاس وسيل إمت فون دي مكة المكرمة بعد الهجرة فغنى دهاجرون دي مكة المدينة ولكن طفلت المشركين القريش حفزنتن انتقل غير وصار حذيفة للناس ماذا قلنا حاشا ماذا قلت عوه ذماغ بالين وتعاون مال محمد صلى الله عليه وسلم وتعاون مال ذي القيل وتسكي ما ذي القيل قرى غيدس إن الناس نعوه ذيك إن الناس نعوه ذيك أم بعد أمد قدن المدينة المنورة وعطلنا ذد القيل غزوة بدر دوك سقوة سويسين دي الهجرة روحن الصحابة قاني ما نسل بشو الغزوية دي يكرد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يروح الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله ينس نعوه قريش ينس في قفة السرحن نعوه ذي ثم بالين وانتي كلا ذي الجريج وما كلا أرغت سريحة أرغت سريحة لها الناس ده شيء في النبي الناس ما ذكر الصرف بالمشركين زملاء في النخداع الناس مش أنا كذا الج الناس اللي كلهم خداع الناس يوم رخ دعروا ذي ورخ دعار المشرك ورخ دعار الكافر أكن يبغي للدرس الناس نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم العهد الجريج الناس أثنى وفيه ونستعين سيدي ربي في الأشياء أكيد خدم الرسول الشريح صلى الله عليه وسلم إذن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ماذا قال ثمنت أكيد خدم أسجل يوث الوديعة أسجل يوث كرغ غرغرس ولكن اليسون الوقت ترجل غرغرس أستفد بيشيت أتو الدعاء أذي السيوذ كران إلى عرض النظام وفي السوادارة أرقز في كناس ديذر من باش أذي خلص السلعة الجامعة أتي وين وين سيدي وين ورستي السوادارة شاش وتي السوادارة أي وإن فقد كان لما نغي يسي يقول دارة ينسي ولكن يقول لسي ينسي متعود مزدر خلاص وثر موثنة مرة إثلس نعفر بها إذن سيدي ربي وشبيح أذي قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لا نمس سرد بابيس الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الهجرة أتنذن فلس المنافقين أتنذن فلس المشركون القريش أطفنثنهم ونافي ديوين مار وفيف أما ذي الحي ما يموت أسفك المياه يغمان المهم ماذا ذنغل ذي الوقت قد هدرنا كان قد الشفانة كم سليدين لما نثنس المرة غرورسي لك دقيق خميس خرب كوين سعان كوين سعان لازل المرة غرورس حشان تيتسا من الصادق الأمين محمد الأمين ولكن أنا طرسيني فيرا كل يتفغم ذي يتنغم أسينا كذا وكذا ما تعود ما سيوي كان إلا نكار غوري لا إنسيم ويسالة يمانا غصد عذا ويش يسالة يمانا إيهوج رنسل أبو بكر سيدي خرضي الله منه الدكين إنسي علي بن أبي طالب كشتس قامت قمكانيو ذي ثخامتيو أزكى مرد كرد الرسل لما ننسى المار وانا كربوني جنب مانا غرغوري الرسل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها ماذا قلنا يجيك الفغنة في لمانا قولي لقرص لقرية تستخانة أهل طرس سيدي في لمانا أهل طرس للفغنة سيدي أما ذر فضنا إلا نجارك ذي عاوي ذي أمكشيني أما ذر فضنا إلا نجخامن أما ذر فضنا إلا نجي المؤسسات أما ذر فضنا التمور ثم عزيزا أكد في غوثي للفضنا أريد لقالي جيك تيدي عاوي أريد سيقارب لي
أتي السفغ العبد أذك تفغ فوس إذا قنع فيه كي جم. الرسول صلى الله عليه وسلم كدفر إذا حدث الرجل ثم حديث ثم التفت إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إليك ما ندي هذا الورقة زين سلاي إن بعد ذي ما قال جهة يفوس الجهة ذي ما ما لا ما قال ما هوش بيزديسيان إذن ويفغر إلى ورز ديسن إليك ما لها ثاني فكيك سيديك شو واحد يهدي يا مالا إلى قادة تستحفظ وغور كان ذلك النداء اتسفو كيجم صدور الأبرار قبور الأسرار أولون المؤمنين تم قفرين الفضنا أذي مثل فضنا غريمة ولكن المنافق ليس تفري فضنا غرغوص كان كان أخدم الجاسوسية باش ديك السنكران السرية إلا ليك أم كيف ليض نغم كيف سعيشهم أزكى اللي اسمح هذه الشفغة هذه الشفغة هذه الحالة صلت فرم هذه الشفغة أين كنا إقزرا كنديك أنشتقوا لي الجزيرة ذي جويني الشفغة ليفضنا أما ذي فضنا أستجد إلى عرض مكشينين أما ذي فضنا كخمن أما ذي فضنا نظن مرة يعرضين عديم الأخلاق عديم التربية عديم الحياة وإذا هذا هو ربي وسيدي ربي سبحانه وتعالى أثي صلجت حشا خلص عليه خلص يجي خذ مكة سبحان الله التغيث مثلا إذن سيدي ربي مش بحد قال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون ماذا قلنا فخان ذر الأمانة فخان سيدي ربي فخان ذر الرسول صلى الله عليه وسلم التغيث مثلا أنا أعقل إذن مثلا بالليم المنافق ذا وكما نيش أنا خطر خري الزول خري الوصان خري الزكاة خري الحوج خري الصدق مرة نوكو خدم إذا فوذ من العباد الفيد يخدم ماشي غفوذ ما ربنا الفيد يخدم كلا ذي الله يروحاش وري ربح الدنيا وري ربح يخرف وري تنجمع على الإيمان دل الكفر داخل الجيون وول وري تنجمع على الحب الدنيا ذي الحب الربي ذي الجيون وول وري تنجمع على الإسلام دل الكفر الزدخي الزدخي إقوي العباد مثل يقال أنا عقيب اللي سيدي ربي إما غادي نتري الزدغن وي بلادهم ولني غادي الزدغ كني ذو يزدغان التقي النقي وإما في زغن الشيطان في زغن أول إجمس خن حش الشيطان على في زغن كان يذ مثلا إذن أذن أقي بلين أقي ألن يعف ألن يعف سلفسين نغيث مثلا ألن يعف سلعمر نغيث إذ مثلا أنسى حش كذي أرحم سيد ربي حش كذي أرحم سيد ربي حش كذي أرحم سيد ربي ولكن وقت قال المعنى قال الحلال الحرام وقت قال المعنى ذي الرشاوية وقت قال المعنى ذي ثقافة ذي الميزان وقت قال المعنى ذي الوالدين وقت قال المعنى ذي الجيران وقت قال المعنى كل ذي مرض الأمانات يفكي أختي تسيد ربي باش أذن حذري من الفلسل ولينا قال أذن أذن أخر مولاش ماذا قال ذي كشتيني ثلاثة عبد غفر وحتيني أعقل باللي غادي يسيوني وقت كل صباح تبعي التمديد كل صباح تبعي التمديد أروان ده تصدق أخزر لفوتين في 10 سنين يجيم لفوتين في بس يجيم ما كيف إذا نبي دفن اتجاه الغير رد يركشون أروان ده غير تصدق وتسكن يا الإيمان إنك حشمة قلنا فهمت ذا شيء إمدي قارس يا ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم شو بدي نغوية ثانية خطر ما السنة ذي ونغيو المعنى بلغة حاضر مني عاش مني إزمال دغرو كلام إزمال يدي لي كلام يصرجو كلام غيو وقبل لك كيف هذه حاي إذن وسارعوا أنشتقنا لا أنا أعطيك بس العفاد ذي الكارة لا نشتقين نستخي الخطر نسني أيد مثل حشم ذي الله فقط جاي دقصة أتزع ذي الزارة ذي يصوم ذي زكية ذي حوج ذي يخدم كلش بعد ما يكفر ذي الجماعة بعد العشاء افعل ما تشاء صفد الوالدين اذقرتنا أروخام الجمغار بعد تسادي تصلى الأوقات ذي الصفان زوال ذي الجماعة أتصفد بالك فقر ذي الميزان الخدع وليش تمسل جا كامل من بعد انسان هذه الظلمة هذه جعل مقبول في الأسوان اشتقينا ولكن يبقى سفافي سافي دياوض هذه ندمك وذي كلا يخذ مرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يصنف الله جمال في قوة فيسا كان يوث قفل ثايث كذا وكذا يشتيو ما زالوا ستلا ثقول يخلصي ثد يقوي تشورك وتسخام الموت زرين العبد يبنى الله فيلان حشم ولش كلا مبكس يقيم المرأة أو كوى أرمي الله رو تشتين قاوة كامل لعمر يسلس إذي سيس داخل يموت بميس يسول دور قاز يكفوكن يبنان القصر يبنان يسول دي لونتر كورونر ينسى كل كاروتوش هذي يتكمل ذاق الهديات المتاريا لأنه باش هذيك شما غير غرس ولكن إدي حكو لونتر كورونر اللي بدات الذي قرن كيا يسول لازم تصبح من دبويت دبويت ويكشي ولي يبدي مقدم الخدمة ولي يكشي ما خمني ويكشي ما خمني نش كان غير مثلا إلا إنسان ذي عقيب اللي حاش وتسوي ظلام وسادة شما ثوي حاش إنك نتخذ ذاكنا حاشا انك نتخن ذاك وين العايم هذا قلت قلت اسكت واحد فيك كتب على ورا فيك كتب على الحذا فيك كتب على راه صار كان الشيء اللي قاعد يوث الجنازه اما مي غير الميت المرحوم اللي غير دخلوا سكان سالسنت في الجهه يفوس سالسنت سال هو هذا الهواء نصمير ينطق ذاك يوني يعرف ذاك كان كنيت سالسني ينطق ذاك الروس اني سويت اسدايين او تسدري مثل اسم الشمالي او تسدري مثل الشمالي غور وثاني ذا حلسن روح نقول نسدري من السنه سليم وقال يحمي يقول يزدري
ذن شتاقي غاك يخدم العبد ماذا قال اتشتمس لي حرام فرويه كامي ولكن ما حميك اكدا وين اليو ما اكدا وين العرف يقول نفذو ماذا قال هذا صغار اكسون العرف ماذا قال هذا شتوى اكسون العرف اذن اكين ايمانيك هذا شو اثاوي ذلك وقفي هذا كيف هذا الحال اسيد ربي سبحانه وتعالى الزغر مين غرد يزيان الثريش بشدة ثيافي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اذن شتيني المنافق إلى قلع عقيب اليوم وتصفرات مسديك أروين العالم ذاك اللهم وثوب ذرا أم كل يوم الإنسان مسلم إلا أمن ذي كنا نكون إلى قلع تشي من نغم ونسهر يوث الخصلة ذي نفاق ونسفد فارفيون ونشار يمنا ونواذر يون ونخوي فيه ونسنخذ مرة كرقوين أهد أودي نسير لك ومسلي الوالدين ونخذ مرة أي من دير الجيراننا أنا أذر ذي الجيراننا اسكن كشي يدنا مغدي شمر الحرام دخل الجيفنا يلقى أن تشقى في من نغم أي مثلا والرحمة ينسلوا سعى مكسعى سيدي ربي موشبيع سبحانه وتعالى ألد الأعداء إكسعى المنافق المنافق وكذا هذا وربنا مرة ولكن أسيقار ماذا قال الثوب هذا ذاك عفو مولاش ماذا قال يموت النفاق لنس في الدرك الأسفل من النار ولكن ماذا قال يتوب هذا سيعفى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير ولكن قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينه لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما كان مثلا أنا أقوذ ذي الشيخاق ذي النفاق أي مثلا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.